نادين العمروسي من الأصوات القوية جدا واللي حازت على إعجاب اللجنة. مبروك مبروك معانا في الدور. مبروك اتفضلي نادين. في مرحلة تحدي الدقيقة الواحدة اللجنة أجمعت على أداء صوت رايق واغنيه من الاغاني الحلوه اللي بنحبها جدا وبتفكرنا بايام زمان الجميله. زي العسل فعلا. صوتك عامل زي الباك جراوندز كانت شغاله في الدوم دي، يعني مبهج كده، في عمل حاله حلوه كده. صوتك حلو قوي واحساسك كمان حلو وشك جميل ما شاء الله. متوقعه كل خير، والحلقه دي بالذات اي حد مننا هيكسب، محدش من الثاني هيتضايق، لان احنا فعلا كلنا مجمعين على ده في البروفات. شوفنا ده ان فعلا كلنا حلوين. لكن في المرحله الثانيه المنافسه كانت قويه جدا، وده خلى اللجنه تديها المفتاح الذهبي. نادين العمروسي. نادين من القاهره لسه عندها فرصه، لو قررت انك تديها صوتك وتبعت برقمها 126 على رقم 4050.